الطبعة الأولى من بين سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا بكم. نبدأ من صحيفة مارك الإسبانية التي عنونت كوتينيو بديل أم شريك لنيمار. الصحيفة نشرت فرضيتين بشأن قدوم كوتينيو إلى برشلونة، بما أن النادي الكاتالوني ما زال يضغط على إدارة ليفربول لضمه. الفرضية الأولى هي نوع من الدعم لنيمار من خلال التعاقد مع مواطنه، ما قد يحفز النجم البرازيلي على البقاء مع البرسا. أما الفرضية الثانية فهي يكون كوتينيو بديلا لنيمار في حال رحل النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان، يكون معوضه على مستوى عال من الكفاءة، كما أن أسلوب لعبه قريب مما يقدمه نيمار مع النادي الكتالوني.